مرحبا بكم مشاهدين الكرام، نشرة الظهر للأخبار وهذه عناوينها. تدشين مركز جديد للتكوين في مجال صيانة الطائرات تابع لشركة الخطوط التونسية، هو الأول في إفريقيا. نقابة التعليم الثانوي تلوح بالإضراب في القطاع على خلفية ما وصفته بتعطل لغة الحوار مع سلطة الإشراف. القضاء الفيدرالي الأمريكي يعلق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم مجددا. يتواصل نزيف حوادث المرور على طرقاتنا مخلفا مزيدا من الخسائر البشرية والمادية، فقد جد صباح اليوم حادث على مستوى شارع مفتاح سعد الله بتونس العاصمة بالقرب من ثكنة الجيش الوطني أسفر عن وقوع 7 إصابات، وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة مخصصة لجمع الفضلات بمترو، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة وإصابة سائقها وعامل نظافة، بالإضافة إلى 5 أشخاص كانوا على متن المترو. وتمكنت وحدات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من إسعاف الجرحى وإرجاع الشاحنة إلى وضعها الأصلي. تم صباح اليوم تدشين أول مركز للتكوين في إفريقيا متخصص في تكوين مهندسين وفنيين في صيانة الطائرات. جاء ذلك بموجب اتفاقية شراكة ممضاة بين الخطوط التونسية الفنية وشركة أرباس منذ جوان 2015، وسيمكن هذا المركز شركة الخطوط التونسية الفنية من توسعة مجال نشاطها لتشمل التكوين ومزيد تطوير كفاءتها الفنية وتحسين قدرتها التنافسية. خصوصياته هو أنه يستعمل أحدث تقنيات للتكوين، معناتها حتى تكون معناتها عملية التكوين، نعرف عملية الصيانة وتكوين الطائرات تخضع لطرق معناتها دقيقة وعلمية، إذا معناتها هذا باش يمكننا من تكوين تقريبا معناتها كل شهر ينجم يدخلوا من بين 20 و30 معناتها متكون جديد في المركز هذايا. وهالمركز هذايا الخاصية نتاعو أنه الفريد من نوعه، وأنه معناتها موجود منه ما يظهر لي 3 مراكز في العالم معناتها فقط، وأنه زاد باش يفتح باب أسواق خارجية للمؤسسة، وأنه زاد يفتح معناتها حتى أنه تونسية تكنيكس تولي قادرة على استقطاب معناتها طائرات من شركات عالمية. في مجال النقل البحري، وبعد أن أصبح الميناء التجاري في جرجيس قادرا على استقبال السفن الكبيرة، من المنتظر أن يكون قطبا اقتصاديا في المستقبل، مرحلة تنموية جديدة تنتظر هذا الميناء والمنطقة بكاملها. بانتهاء أشغال حفر الميناء التجاري بعمق إلا 11 متر، بات هذا الميناء التجاري قادر على استقبال واستقطاب السفن الكبرى التجارية ولنقل المسافرين، ما يجعل الحوض المينائي ولا سيما فضاء الأنشطة الاقتصادية الحرة بجرجيس يدخل مرحلة جديدة من النشاط. أشغال جهر الميناء منذ 28 جانفي 2017 قبل الأجال متاعها، حاجة معناتها باهية بالنسبة للتقدم الأشغال، وبالتالي معناتها كيما اللي سبق وقلنا راهو معناتها باش ولينا تحصلنا على عمق يخولنا لقبول سفن ذات حمولة 25,000 و30,000 طن. فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس والفضاء المينائي ككل يعيش مرحلة تنموية جديدة هامة وانطلاقة نحو تنمية بأهداف واضحة، وهي التمشي الأخير نحو قطب اقتصادي متكامل. أشغال تهيئة الميناء في انتظار إنجاز أيضا محطة للمسافرين مبرمج إنجازها بالميناء التجاري، من شأنها أن تكون هذه المحطة قادرة على استقطاب المسافرين ولا سيما أبناء تونس العائدين من الخارج الذين يأملون تأمين أول رحلة بحرية نحو هذا الميناء خلال هذه الصيف.
استعدادات لوجستيه بايصال المنظومه نتاع الاعلاماتيه الاعلاميه على مستوى المخزن رقم واحد والمخزن رقم اثنين اللي مشتم فيهم عمليات المراقبه والمراقبه والعمليات الجمركيه بالنسبه للسيارات وبالنسبه للاشخاص، والتفتيش الدقيق اكيد مش نقوموا به. حددنا خطه تدخل تهم المحيط الخارجي لفضاء الانشطه الاقتصاديه والميناء التجاري ليتم ان شاء الله استقبال المسافرين على احسن وجه، وليكون لنا محيط مناسب ان ينجموا به نستقبلوا به مستثمرين. تفعيل الميناء التجاري بجرجيس حلم السنين للمستثمرين ولابناء تونس المقيمين بالخارج اصلي الجنوب الشرقية التونسية وكذلك المقيمين بالداخل لتنمية هذه المنطقة في قطب تنموي يمتد الى ولايتي تطاوين ومدين بالأساس، في انتظار كذلك تهيئة الفضاء الخارجي بتحسين مؤشرات البيئة خارج الميناء. في الشأن التربوي يتواصل بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي، ومن المنتظر أن يتمخض عن هذه الجلسة المغلقة التي دعت إليها نقابة التعليم الثانوي قرارات تصعيدية ضد سلطة الإشراف على خلفية القرارات التي وصفت بالارتجالية والتي أصبحت على حد تعبيرهم تهدد سير العملية التربوية. لوحت الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي المجتمعة اليوم باتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى إقرار الإضراب في قطاع التعليم الثانوي على خلفية نقاط عدة باتت على حد تعبيرهم تهدد بجدية سير العملية التربوية. بعد فضائح يعني اللحم الفاسد والمواد الغذائية الفاسدة اللي بدأت تعم يعني كافة المؤسسات التربوية والكثير من المؤسسات التربوية بشهادة وزارة الصحة العمومية، وأيضا هناك مشاكل مع وزارة الشباب والطفولة مع شؤون الشباب والرياضة اللي تعطلت كثير من النقاط خاصة منها الترقيات المهنية للمدرسين وأيضا مهن الرياضة وقانونهم الأساسي، وأيضا كثير من الإشكاليات زملائنا المرتقين في 2011 ترسيم زملائنا 2013 زملائنا في المعهد الأعلى للرياضة بالكيف، فهذوم الكل مشاكل سيتم دراستهم. نعتقد أن التوجه العام سيذهب نحو المسار النضالي لمواصلته، هناك تصعيد بطبيعة الحال، ثم محطات قادمة اللي مقبل عليها الأسرة التربوية بصفة عامة باش يقع أخذها بعين الاعتبار، لكن الأكيد أن مش ممكن تقع هي إدارية قطاعية في قطاع مناضل كيم التعليم الثانوي وما تخرج بقرارات نضالية. كما حثت نقابة التعليم الثانوي التي دعت إلى هذا الاجتماع رئاسة الحكومة على ضرورة إيجاد بدائل في وزارة التربية تؤمن بالتواصل الإيجابي بين الطرف الاجتماعي والوزاري من أجل استئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية. هناك قرار منذ 30 نوفمبر بمطالبة رئيس الحكومة بإيجاد بدائل حقيقية نستطيع أن نتفاعل معها، إلى أن تستجيب الحكومة وتعطينا بدائل حقيقية يعني فعلا يعني قادرة أن تتفاوض وقادرة أن تكون شريك حقيقي، وقت ساعتها سنذهب إلى طاولة المفاوضات. ما عدا ذلك يعني مطالب المدرسين وكرامة المدرسين والدفاع عليها هذا بالنسبة لنا يعني مسألة غير قابلة للمفاوضات. هذا ومن المقرر أن تصدر في الساعات القليلة القادمة القرارات التي ستتوصل إليها الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي حول جملة هذه القضايا. ينفذ عمال الحظائر الذين تم التمديد لهم إلى سن التقاعد ببلدية القصرين اعتصاما بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ أكثر من سنة. سنوات كثيرة من العمل المضني في المؤسسات العمومية بالشوارع والسهر على حماية الممتلكات العمومية قضاها هؤلاء العمل في خدمة البلاد، وبعد تمديد فترة التقاعد عادوا إلى الميدان، إلا أنهم منذ أكثر من سنة لم يتقاضوا أجورهم. عمال بلدية القصرين عنها أقدمية في نخدموا إضافي على حظيرة من أقل واحد فينا 19 سنة، ترسمنا في 2011 خدمنا 5 سنين، بعد 5 سنين خرجونا انتريت، بعد الانتريت بقينا 3 شهور قالوا جاكم قرار التمديد مددنا. العمال اللي قاعدة تخدم تو متاع الأقدمية اللي عندها 19 سنة هي قاعدة قائمة بالبلدية تو. 33 عاملا وعاملة ببلدية القصرين المدينة وبعد طول انتظار دخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة بصرف أجورهم ومستحقاتهم على مدى سنة كاملة. حكم من القضاء
في الأقدمية متاعتنا من مبالغ مالية، عرضنا على السيد الوزير باش يصبنا المبالغ متاعتنا هذه، واللي مادت بارك الله فيه مشكور مادوا لينا فهمتني حتى إلى سن التقاعد، ما رعنا إلا الأشهر اللي خدمناه معظونا عام وشهر تو ونحن نخدمه ما تحصلناش حتى على راتب، مادوا لينا في العمل على 5 سنين عام وشهر ونحن نخدمه ما خلصناش، ما حقوقنا معظومة، فين البيت بليش، فين الكيري، لا عندي بنيات معاقين على مربي بحوالي ما قلت باش نعدي عليهم. عمال الآلية 16 الذين تم إدماجهم ضمن الوظيفة العمومية بدورهم يواصلون اعتصامهم داخل المؤسسات العمومية مطالبين بصرف أجورهم التي لم يتقاضوها على مدى سنة كاملة. دوليا ترجح آخر التطورات المتصلة بالهجوم المسلح الذي استهدف أمس متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن إصابة المهاجم ورجل أمن فرنسي، ترجح أن يكون المهاجم مصري الجنسية ويدعى عبد الله الحماحمي، وتتجه التحقيقات الفرنسية إلى التثبت من ما إذا كان ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو أن ما أقدم عليه هو تصرف فردي. مع تقدم التحقيقات في الهجوم الذي استهدف أمس متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، تتكشف المزيد من الحقائق والحيثيات بخصوص منفذ هذا الهجوم والجهة التي ينتمي إليها. آخر المعطيات الأمنية أكدت أن المهاجم مصري الجنسية وصل إلى فرنسا في طائرة قادمة من دبي وقدم نفسه على أنه مصري عند طلب تأشيرة الدخول. جهات رسمية مصرية أكدت الخبر في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات قبل فتح تحقيق في الموضوع. المعلومات المتوفرة إلى حد الساعة استنادا إلى المصادر الأمنية الفرنسية تقول بأن المهاجم يدعى عبد الله الحماحمي ويبلغ من العمر 29 عاما. أما وكالة فرانس بريس فقد نشرت تقريرا يكشف تغريدات منسوبة إلى منفذ الهجوم تحوي طابعا إرهابيا تم نشرها قبل تنفيذ الهجوم بساعات قليلة. الإعلام المصري وفي متابعته لهذا الخبر كشف أن المهاجم نجل لواء سابق في الشرطة المصرية وأن عائلته تنفي كل علاقة له بالإرهاب، متهمة الشرطة الفرنسية بالتسرع في إطلاق النار على ابنها، ومشيرة أنه كان في زيارة عمل إلى باريس وأنه مستقر في إمارة الشارقة منذ عامين. وبين هذه التصريحات وتلك ينتظر أن تكشف جهة التحقيق الفرنسية الخبر اليقين بعد الانتهاء من فحص هاتف المهاجم وجهازه اللوحي للتأكد من وجود علاقة له بتنظيمات إرهابية من عدمها. في ملف الهجرة غير الشرعية، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه قام بالتعاون مع قوات أخرى تعمل ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي وسفن تابعة لمنظمات إغاثة، قام بإنقاذ نحو 1750 مهاجرا في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم مهاجرون تم انتشالهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في عرض البحر. وأوضح المصدر نفسه أنه يوجد من بين هؤلاء المهاجرين أكثر من 130 قاصرا دون ذويهم، وتأتي عملية ضبط هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بعد يوم واحد من توقيع إيطاليا وليبيا لاتفاق بشأن الحد من تهريب البشر من ليبيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. أعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر بالسماح للمسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة بدخول الولايات المتحدة بعد إصدار قاض فيدرالي بمدينة سياتل بواشنطن قرارا بتعليق العمل بمرسوم ترامب الخاص بالهجرة. في خطوة جديدة مناهضة لمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع دخول مواطنين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية، أعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر بالسماح للمسافرين من تلك الدول بدخول الولايات المتحدة، وجاء ذلك بعد إصدار قاض فيدرالي بمدينة سياتل بواشنطن قرارا بتعليق العمل بمرسوم ترامب. وكان عدد من القضاة الاتحاديين قد اتخذوا قرارات مماثلة وسار التعليق بكامل أنحاء الولايات المتحدة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة. وفي رد على هذا التعليق أعلن المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض أن قرار المحكمة مخزن وأن وزارة العدل الأمريكية ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة في أقرب وقت ممكن،
إلا أن متحدثا باسم وزارة العدل الأمريكية أوضح أن الوزارة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم الصادر بسياتل. في الأثناء تواصلت المظاهرات المنددة بالمرسوم، حيث خرج آلاف المحتجين في أنحاء أستراليا احتجاجا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنع دخول اللاجئين والمسافرين من 7 دول إلى بلاده، وطالبوا أستراليا بإغلاق مراكز احتجاز طالب اللجوء خارج أراضيها. وفي الشأن السوري، تحقق العملية العسكرية التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي المزيد من النجاحات شمال سوريا، حيث أسفرت خلال الساعات الماضية عن مقتل أكثر من 50 عنصرا تابعا لهذا التنظيم، بينهم قادة محليون. في إطار عملية عسكرية متواصلة للشهر الخامس على التوالي، استهدف الجيش التركي 59 موقعا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب الواقعة شمال سوريا، حيث تمكنت خلال عملية توغل في المنطقة من قتل 51 عنصرا تابعا لداعش، من بينهم 4 من القادة المحليين لهذا التنظيم الإرهابي. وتضيف مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي دمر خلال هذه العملية 56 مبنى وثلاثة مراكز قيادة في هذه المدينة. وعلى بعد 90 كيلومترا إلى الجنوب مع الحدود التركية، عادت إمدادات المياه إلى مدينة الرقة التي تعد المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي، بعد أن تسببت غارات يشتبه أنها من تنفيذ التحالف الدولي في تدمير خط الأنابيب الرئيسي المزود للمياه، وذلك خلال قصف جسر أعلى نهر الفرات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة حلب شرقا وضعا إنسانيا مترديا، مثل مبعث انشغال الأمم المتحدة التي أعربت أمس عن قلقها البالغ إزاء الوضع الذي يواجهه المدنيون في مدينة الباب وفي محيطها بمحافظة حلب السورية، التي فر منها 30,000 مدني منذ أواخر ديسمبر الماضي، فيما لا يزال حوالي 10,000 آخرين في مدينة الباب التي تواجه ظروفا صعبة بشكل متزايد تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، بما في ذلك فرض قيود شديدة على تنقل المدنيين هناك. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم بدء مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ شمال شرق إيران بهدف إظهار الاستعداد التام لمواجهة التهديدات الأمريكية والعقوبات التي أعلنتها واشنطن أمس ضد طهران، وذلك إثر تجربتها الصاروخية الباليستية الأخيرة. وتأتي هذه المناورات عقب وصف وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مضيفا أنه لا يرى ضرورة حاليا لتعزيز الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران، كما حذرت إدارته من القيام بالتدخل إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية. إلى أخبار الرياضة، حيث يحتضن حاليا ملعب التنس الرئيسي بالحي الرياضي بالمنزه بتونس العاصمة مباراة الزوجي في مسابقة كأس ديفيس للمنتخبات، وتجمع الثنائي التونسي مالك الجزيري وأنيس غربال بالسويديين جوهان بروستروم وأندريا سيجستروم. وتعد هذه المواجهة الثالثة بين المنتخب التونسي ونظيره السويدي في مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، بعد أن تعادل أمس بفوز لكل منهما في لقائي الفرد رجال. التعريف برياضة فنون القتال المختلط والتشجيع على ممارستها هدف سعى إلى تحقيقه منظم الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم بتونس العاصمة، وذلك بحضور أبطال في رياضة القتال المختلط. الفنون القتالية المختلطة رياضة اختارها عدد من الشبان أصروا على ممارستها ليكونوا أبطال يمثلون تونس في المحافل الدولية. وبهدف استقطاب الرياضيين والجماهير، نظمت جمعية مختصة في الفنون القتالية المختلطة ندوة صحفية تم خلالها التعريف بهذه الرياضة وطرق ممارستها. C'est une discipline qui est معروفه في تونس malheureusement معروفه à l'échelle internationale et ce qui est plus grave il y en a des champions depuis 2004 يلعبوا فيها. Donc احنا
قررنا معناتها باش ندعموا الديسيبلين هذايا. املنا في سي ايمن بن حسين لي شامبيون اللي معاه، عندهم تورنوا ان شاء الله لو 8 يبدا في مصر. دونك فوالا باش نشوفوا المره هذايا باش نعطيو حاجه اللي باش يدلوا عليها اولادنا هذوما. لي شامبيون اللي عندنا ديجا معروفين سواء في البوكس في اليوت في الجيدو، معناها دي شامبيون معناها معروفين على مستوى عالمي على مستوى افريقي عربي. دونك قاعده تو نخلقوا في بلاتفورم تاع دي شامبيون هنا في تونس باش عباد تتبعنا، وعندنا برشا طموحات كبيره باش نوصلوا ان شاء الله باذن الله. وتمثل الفنون القتاليه المختلطه فرصه للملاعين بهذا النوع من الرياضات للجمع بين مختلف الالعاب القتاليه، خاصه وانها تعتمد على الاشتباك الارضي بهدف اجبار الخصم على الاستسلام. الماما اللي هو فنون قتال مختلطة يتكون من برشا حاجات، مثلا جوجوتي، جرابلينج، كيك بوكسينج، معناها تنجم تنسق ما بين يديك وساقيك وبرشا حاجات. السبور هذايا في تونس ماهوش موجود، ميم حتى فما ناقصة شوية فكرة على الثقافة على العقلية. الماما سبور جديد في تونس، مي بار كونتر البرا قديم برشا برشا برشا، فهمتني؟ عرفني احنا نعرفوه من قبل، مي احنا ولينا معناتها نمارسوا فيه من ديبو 2011. رياضة جديدة تنضاف إلى المشهد الرياضي بتونس، لكنها تبقى في انتظار إقبال الفئة الناشئة على ممارستها. وفي كرة القدم العالمية تغلب ويسترن سيدني على مضيفه ويلينغتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جرت مساء أمس ضمن الأسبوع 18 من بطولة أستراليا لكرة القدم. وسجل بريندون في مناسبتين ونيكولا مارتينيز أهداف سيدني الثلاثة، فيما تحقق هدف ويلينغتون الوحيد من ضربة جزاء نجح في تسديدها شاني سميلنز. وفي عالم الكرة الصفراء وفي بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس المحترفات، أكملت اللاعبة الكازاخستانية يوليا بوتنسيفا عقد المتأهلات للدور نصف النهائي إثر تغلبها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وستباري بوتنيتسوفا في المربع الذهبي السلوفاكية دومينيكا سبيلكوفا. بالرياضة نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. تدشين مركز جديد للتكوين في مجال صيانة الطائرات تابع لشركة الخطوط التونسية هو الأول في إفريقيا. نقابة التعليم الثانوي تلوح بالإضراب في القطاع على خلفية ما وصفته بتعطل لغة الحوار مع سلطة الإشراف. القضاء الفيدرالي الأمريكي يعلق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.